يلا يا سيف. كان عندي جزئية الأول بيت 74، هبدأ من أول سؤال اللي تشوز مجموعة الكلمات اللي كانت عندي مرة تانية عشان الناس برضو نشوف إحنا رجعنا ولا لا. لما أقول زرار ميني مينز أوف، اسمها مينز أوف، مينز أوف، مينز أوف، كوميونيكيشن. الناس تركز شوية وتشتغل كلها. ها كوميونيكيشن، يبقى بنقول اسمها مينز أوف كوميونيكيشن، وسائل التواصل. نمبر 2 بقول ان ذا باست، في الماضي بيبل يوز ذا سموك، اسمها سموك، سيجنال سيجنالز سيجنال اللي هي الاشارات الدخانيه. نمبر 3 وي يوز تكنولوجي لايك الكترونيك، اسمها الكترونيك ديفايسز ديفايسز. ايه من دولت از ا ديجيتال فورم اوف ليتر، الديجيتال فورم اوف لليتر ده اسمها الايميل ايميل، ده الايميل تعريف الايميل. خلي بالك عشان امتحانك هيجي لك فيه النقط ديت، هيجي لك في النقط اللي تشوز النقط اللي بنحلها دلوقتي. نمبر 5 بقول يو ماست هاف ان ايميل، لازم يكون عندك ايميل اكونت اكونت اكاونت، حساب ايميل. نمبر 6 بقول يو كان سيند ان انستنت مسج، الرساله الفوريه بترسلها اون سوشيال ميديا بلاتفورم بلاتفورم، سوشيال ميديا بلاتفورم. نمبر 7 مين في دولة از اواي تو شير انفورميشن، بشارك معلوماتي مع الاخرين من خلال البرزنتيشن اللي هو العرض التقديمي. برزنتيشن ده تعريف، عندك تعريف البرزنتيشن هي طريقة واي تو شير انفورميشن. نمبر 8 مين في دولة اهوم بيج، طالما هوم بيج يبقى انا بتكلم عن حاجة ويب اسمها سايت ويب سايت، التعريفات دي ويب لازم اكون سايت عارفها. يوزرز كان اكسس اكسس، كان اكسس ويب سايتس، نقدر نعمل دخول، نسجل دخول على الويب سايتس فروم ديفرنت الكترونيك ديفايسز زي السمارت فونز، يبقى اسمها اكسس. نمبر 10 مين في دولة از سبيشال كايند اوف ويب سايت، سبيشال خاص، ده تعريف البلوج، وقلنا البلوج يعني ريتن ارتكلز، مقالات مكتوبة. اما لما اقول السيميلر تو بلوج، شبيهه بالبلوج ولكن البلوج بعمل فيها البلوج بوست فيها الفيديوز، ده اسمه الفلوج. انشنت ايجيبشنز يوز دي كارير، اسمها كارير بايجونز اللي هو الحمام الزاجل. اي يوز ماي ايه في دولة تو اكسس ويب سايت، عشان اعمل دخول على الويب سمارت فون سايت طبعا بستخدم السمارت سمارت فون فون. تعالى للترتيب، بقول هاو، تكوين السؤال عندي اسمه how can كان بيبل people سبيك access websites، تاني how can people access websites، الجملة التانية an email تعريفه is a digital form of a letter. يبقى تاني an email is a digital form of a letter. What What do you use a means of communication? تمام، يبقى هنا هقول what means of communication، ما هي تواصل او وسائل الاتصال do you use اللي انت بتستخدمها. what means of communication do you use، do you use. بعد كده بيقول لي اكمل، if دولت is home page website a website is home page on the world wide web websites are usually about one وان توبيك، يوزرز كان اكسس ويب سايتس فروم ديفرنت الكترونيك ديفايسز لايك سمارت فونز تابلتس اند لابتوب. لابتوبس. بعد كده القطع بيقول لي بيبول يوزد سيجنالز، هي اسمها ايه سيجنالز؟ سموك 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 سيجنالز، سموك سموك سيجنالز. ها يو ماست هاف ان ايميل اكونت كاونت، وات دو يو نيد تو سيند ان ايميل، انت محتاج ايه عشان وي تبعت ماست ايميل هاف ان ايميل اللي هي. اكونت تو سيند ذيس كايند اوف مسج. تمام، يبقى هقول هنا اي نيد ان ايميل اكاونت، عشان ابعت رسالة محتاج ايميل اكاونت، ايميل اكاونت. What is meant by، ماذا يقصد به او ما معنى means of communication، هات لي تعريف كلمة means of communications.
These are different ways to send a message from one place to another place. كلام جميل. يبقى means of communication، وسائل التواصل اللي هي different ways to send message from one place to another. روح لي بعد كده للجزء الثاني. الجزء الثاني اللي اخذنا فيه البابليشنج تشيك ليست، قائمه التحقق للنشر، للنشر، وكان عندي الفعل بابليش بمعنى ينشر، واستخدمنا كمان جزئيه شود او شودنت، وقلنا شود وشودنت دايما بيجي لي بعدها الفعل في المصدر. المصدر. روح لبيج 80، بيج 80، ناس تركز شويه. نمبر 1 بقول يو يوز كابيتال ليتر ات ذا بيجيننج. طالما كابيتال ليتر او بانكتويشن عامه يبقى اقول لك يو شود، يو شود يوز، يجب انك تستخدم كابيتال ليترز. نمبر 2 يو تشوز ا تايتل، اختار عنوان للقصه بتاعتك، يو شود برضه، يو شود. نمبر 3 يو يوز هاند رايتنج، اكتب بايدك، اكتب بالقلم، لا ما ينفعش اكتب بقلم لما انشر قصه، يبقى المفروض يو شودنت يوز هاند رايتنج. نمبر 4 يو اسك ا فريند تو ريد يور ستوري بيفور يو ببلش، قبل ما تنشر الحاجه خد راي اللي حواليك. خد راي اللي حواليك، زي الولد ما عمل مع مامته، قال لها يا ماما اقري القصه بتاعتي، وقالت له بعدها انشرها، يبقى يو شود اسك، اطلب من صديقك انه يشاركك القصه بتاعتك قبل ما تنشرها. نمبر 5 يو بي افريد، بقول لك خليك خايف ولا ما تخافش، ما تخافش انك تسال، يو شودنت بي افريد، يو شودنت بي افريد. نمبر 6 يو هايد يور رايتنج، خبي، لا ما بخبيش، يو شودنت هايد، يو شودنت هايد، ما تخبيش العمل بتاعك، شير ات ويز فريندز، شاركه مع الاصدقاء. روح لي بعدها، هات لي بيج 81، السؤال اللي تشوز هنا نمبر 1 بقول يو ستادي هارد، يو شود، يو شود ستادي، لازم تذاكر كويس. يو هايد يور رايتنج، خبي اللي تكتبه، اللي تكتبه خبيه، لا طبعا، امال هكتب ليه؟ يبقى يو شودنت. ذا ايت سام فروت، شود، بقول زي شود ايت سام فروت، طبعا فروت او فيجيتابلز حاجه مفيده، يبقى اقول لك شود. هي ورك تو لونج، وزود بريك، وزود بريك، بدون فتره راحه، طبعا الكلام ده غلط مرفوض، يبقى اسمها شودنت ورك تو ليت. شي تشيك هير ورك، لازم لازم انت تشيك على واجبك وتشيك على الحاجه اللي بتكتبها، يبقى اسمها يو شود او شي شود تشيك هير ورك، لازم تراجع الشغل بتاعها. لما اقول لك دونت فورجيت معناها يو شودنت فورجيت، يو شودنت فورجيت. لما اقول لك ايت سام فروت يعني يو شود ايت سام فروت. دونت بلاي يعني يو شودنت بلاي. لما اقول لك هيلب ذا بور معناها يو شود هيلب ذا بور، يو شود هيلب ذا بور، ساعد الفقراء. تعالى طبق الكلام ده، طبعا السؤال ده ما بيجيليش في امتحاناتي، انا اللي بيجي لي سؤال تشوز زي ده. تعالى لي هنا اكمل القطعه، بيقول لي هنا هاو دو يو فيل، بعد سنه اولى وثانيه ابتدائي اسمها هاو دو يو فيل، قال لي اي فيل هانجري، اي فيل صفه، بعد فيل صفه، والصفه هنا هانجري. قلت له باي دو اعمل ايه؟ قال لي يو شود ايت، يو شود مصدر، المصدر هنا ايت، كل. وات ايلس اي دو اسمها وات ايلس شود اي دو، يبقى في سؤالي اسمه وات ايلس شود اي دو، ماذا ينبغي ان افعل ايضا، اعمل ايه تاني، اعمل ايه تاني. تعالى لي بيقول لي ادم جوت هوم، ادم رجع البيت فروم سكول اند سات داون نقط هيز ديسك، قلنا مع هيز ديسك او الديسك اسمها ات، هي سات ات هيز ديسك، قعد على المكتب بتاعه. ادم توك هيز بنسل ونوت بوك وريزر اوت اوف هيز، طلع الحاجات دي منين؟ من الباك باك، من الباك باك اللي هي حقيبه الزهر. ادمز مام از ا رايتر، هي كاتبه، ات ا لوكال نيوز بيبر، نيوز بيبر، بتشتغل في الجريده المحليه، لوكال نيوز بيبر. ذا ستوري واز، القصه اللي كتبها الولد بيقول لي وي كانت بليف ات، ما احناش مصدقين، يبقى اسمها انكريدبل يعني لا يصدق، يعني واندرفول رائعه، يبقى انكريدبل.
You should share your ideas. اسمها share with with share with share with. I sometimes type without looking at keyboard. the ما ببصش على الكيبورد، ما ببصش على الكيبورد، وديت اللي احنا سميناها اللي هي type touch. Number seven, you can ask the school to your story. Publish. Publish، تنشر، اطلب من المدرسة تنشر لك العمل بتاعك أو القصة بتاعتك، يبقى اسمها publish. لما أقول I made a checklist you، أنا عملت لك، عملت لك، يبقى اسمها for you، لك أو من أجلك، لك أو من أجلك. You write your story by hand. Shouldn't. You shouldn't. You shouldn't by hand. She check her work. She should check. لازم تراجع. You work too long without break. قلنا طبعا you shouldn't work without break. While writing أثناء الكتابة you forget punctuation. أثناء الكتابة you shouldn't forget. اوعى تنسى البنكتويشن وانت بتكتب، حتى الكلام ده بنقوله لك وانت بتكتب باراجراف، بقول لك يو شودنت فورجيت بنكتويشن، اوعى تنسى علامات الترقيم. يو هايد يور رايتنج شير ات، بقول لك ما تخفيش، ما تخبيش عملك، شاركه مع الاصدقاء، طالما هشاركه يبقى مش هخبيه، يبقى شودنت. يو بي افريد تو اسك يور تيتشر، يو شودنت بي افريد، ما تخافش انك تسال مدرسك. يو ستادي هارد تو سكسيد، عشان تنجح اسمها يو شود ستادي، يجب انك تذاكر عشان تنجح. تعال لي الترتيب كده. I made for you checklist. لا 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 I made a checklist for you. I made a checklist for you. طيب يبقى I made a checklist for you. I made checklist for you. عملت لك، يبقى for you في الآخر. You shouldn't work too. تمام، اسمعني انا بقى، اسمعني هقول you shouldn't work too long، ما تشتغلش لمدة طويلة without a break. You shouldn't work too long without a break. الأخيرة you should check your work. You should check your work. لازم تفحص وتراجع العمل بتاعك. انزل لي تحت للقطعة بتاعت آدم ومامته مرة تانية، نفس الكلام اللي كان عندك في القطعة. السؤال الأول بقول آدم loved to write. بيحب يكتب. آدم's mom is a writer. إذا writer، كاتبة، كاتبة في اللوكال نيوز بيبر. بيقول لي where does the boy go on a great adventure. ركز بقى، السؤال مش على عمر، السؤال على القصة اللي عمر بيكتبها. هو كان بيكتب عن ايه؟ كان بيكتب عن a boy who goes on a great adventure around Africa. يبقى الولد اللي في القصة ده كان بيرايح فين؟ around Africa. where does the boy go on great adventure. هقول around Africa، حول افريقيا. What was Adam's mom's advice to him؟ نصيحة الأم لآدم كانت إيه؟ نصيحة الأم لآدم. You should let more people read it. You should let more people read it. لازم ناس كتيرة تقراها، يعني publish it، انشرها، انشرها. ما فيش حاجة اسمها punctuation في البلس. تعالى لي للدرس الثالث، أخدناه ولا لسه؟ لسه. طيب ركز معايا بقى، ركز معايا في الجزء ده. مديني بعض الكلمات زي best friends اللي هي افضل الاصدقاء، nasty comments، وديت اللي اقول لك ركز لي عليها النهارده في حصه النهارده، ركز لي على كلمه nasty. nasty معناها bad، nasty معناها bad، nasty comments يعني تعليقات بذيئه، تعليقات كريهه، تعليقات وحشه، زي ما حد بيعلق لك ويقول لك كلام وحش في التعليق بتاعه، ده اسمه نيستي كومنتس. لما اقول على السوشيال ميديا اكونت معناها حساب على السوشيال ميديا، زي الاكونت اللي انت بتعمله على الفيس، ده اسمه سوشيال ميديا اكونت.
سايبر فريندز، سايبر فريندز اللي هم اصدقاء على الانترنت، اصحاب بتصاحبهم من على النت، سايبر فريندز. سيتنجز اللي هي الاعدادات، والكلام ده واخدينه في الاي سي تي، سيتنجز. نقول بروبلم مشكله، نقول وايلد لايف فوتوغرافر مصور للوايلد لايف، يعني مصور الحياه البريه، بيصور نباتات وحيوانات، يبقى اسمه وايلد لايف فوتوغرافر. بيل بمعنى جرس، برايفت خاص، بروجكت مشروع، ساين، ساين معناها علامه او لافته او اشاره. لما اقول جروب بمعنى مجموعه، هوريبل بمعنى تيربل يعني فظيع او مرعب، حاجه وحشه. هوبي هوايه، ريلي حقا، امبورتانت بمعنى مهم، فوتوغرافي مهمه جدا عندك النهارده اللي هي معناها فن التصوير، الفوتوغرافي دي هوايه. لما اقول اي لايك فوتوغرافي يعني انا بحب اصور، بحب التصوير، فوتوغرافي. كيتشن لو مطبخ، توجذر سويا، ايديا فكره، بيرنتس الوالدين. بيديني بعض الافعال زي ساين اب، ونركز على ساين اب النهارده اللي هي بمعنى يسجل، يسجل دخول على موقع او على الاكونت بتاعك، يبقى اسمها ساين اب. الماضي سايند، ووك ووكت، ياسك اسكد، يوز يوزد، نيد نيدد، توك توكت، انتروديوس انتروديوزد، جس، والماضي منها جزت. اما بالنسبه للريجولار فيربس هلاقي ميك الماضي منها ميد، فيل فلت، رينج رانج، سي سيد، سي سو، جيت جوت، نو نيو، تيل تولد. الطالب الشاطر اللي بيتميز عن غيره من زمايله اللي بيحفظ تصريفات الافعال، لان انت كل شغلك على تصريفات الافعال، كل الجرامر اللي بتاخده على تصريفات افعال. لما اسالك ماضي يبقى انا عايز الشكل التاني للفعل، لو انا مش عارف ده كويس عمر ما هحل سؤال الماضي البسيط صح. لو انا مش عارف ان ده اسمه انفينيتيف مصدر عمر ما هختار بعد شود وشود انت صح. تعالى لي حروف الجر اللي عند سيادتك اللي موجوده في القطعه دي، بيديني ساين ان معناها يسجل دخول، ساين اب فور معناها يسجل فيه او بيدخل على موقع، ساين اب فور. بيديني ثينك اباوت يفكر فيه، يوز فور بيستخدم لكذا، نيد فور بيحتاج، سيت اب معناها يؤسس او ينشئ، سيت اب يؤسس او ينشئ. تيك اباوت، توك اباوت يتحدث عن او يتكلم عن، ميك فان اوف خلي بالك منها اسمها ميك فان اوف معناها يسخر من، بلغتنا يتريق على حد، بيتريق على حد يبقى اسمها ميك فان اوف. ليرن اباوت يتعلم عن، ترن اوف يطفي او يغلق، وعكسها ترن اون يشغل، ترن باك معناها يعود او يرجع. سي باد سينجس اباود، سي باد سينجس يقول لي نقعد باد سينجس ما سي يعني بيقول حاجات عيب، حاجات غلط. تعال نشوف الحدوته بتاعت الكلمات دي كلها من خلال القطعه اللي قدامنا. بيقول لي يوسف جوز اونلاين، يبقى قبل اونلاين اقدر استخدم جو اونلاين، معناها بيدخل على النت، معناها بيتصفح على النت، يبقى جو اونلاين. طب ده يوسف، يبقى يوسف جوز اونلاين، يوسف يوسف بيتصل بالانترنت. بيقول لي ذا تو كلوك بيل رانج، جرس الساعه 2 ضرب. يوسف اند هيز بيست فريند وائل ستارتد ووكينج، يوسف وصديقه وائل ستارتد ووكينج بداوا يتمشوا. هوم فروم سكول توجذر يعني مروحين من المدرسه لبيوتهم سويا. خط تحت ستارتد والاي ان جي لان ستارت من الافعال اللي بستخدم بعدها اي ان جي. خلاص الساعه 2 الظهر، خلاص جرس المروح، والولدين مروحين ووكينج هوم، مروحين لبيتهم ماشيين طبعا فروم سكول. وائل بيقول لي يوسف هنا يو ار 13 ناو، يو ار 13 يعني يو ار 13 ييرز اولد، انت بقى عندك 13 سنه يا يوسف دلوقتي. ارنت يو اليس كذلك، يو ار ارنت يو مش كده؟ اسكت وائل. فيوسف قال له يه، يه هنا معناها يس، ايوه. واي انت بتسالني ليه عن سني ليه دلوقتي؟ قال له ذات مينز يو كان ساين اب فور ا سوشيال ميديا اكونت. حبيبي انت بقى عندك 13 سنه دلوقتي، يعني يمكن ان تسجل، ممكن تعمل لك حساب اكاونت على السوشيال ميديا. يو كان ساين اب فور، يبقى اسمها ساين اب فور، خد خط تحتها هنحتاجها.
You can sign up for a social media account. تقدر تعمل لك account على social media like me, زي مثلي. يوسف thought about this idea. بدأ يفكر كده for a minute, للحظة, لدقيقة. بيقول له I guess I'll have to ask my parents first. أعتقد أخمن أنا بقول أستأذن من بابا وماما الأول. I'll have to ask, لازم أطلب أستأذن من البيرنس فيرست, أستأذن من بابا وماما الأول. What do you use your account for؟ قل لي أنت بقى يا عم وائل. What do you use your account for؟ أنت بتستخدم الحساب بتاعك ده لإيه؟ بتعمل إيه في الأكاونت بتاعك؟ وخلي بالك من ترتيب الجملة دي, جملة ترتيب في امتحان. What do you use your account for؟ قال له I post videos, أنا بنشر فيديوهات. I post videos. I also made some cyber friends online, وكمان بكون صداقات من خلال الانترنت online. I post videos وكمان I made cyber friends online, وبكون صداقات online. سيد وائل دوائل كلامه ليوسف. But who are these cyber friends؟ يعني ايه cyber friends يا عم وائل؟ انا معرفش الكلام ده. يعني cyber friends؟ يعني ايه اصدقاء انترنت؟ قال له do you really know them؟ انت تعرفهم في الحقيقة؟ انت بتقول بتكون صداقات مع cyber friends. Do you really know them؟ هل انت حقيقي تعرفهم؟ تعال بقى نشوف. قال له no, لا. But I can watch their videos, بس أنا بتفرج على الفيديوهات اللي هم بينزلوها. Some of them, بعضهم are so cool, بعضهم cool, بعضهم رائعين, ولاد كويسين. I'll think about it, أنا هفكر بخصوص ده. See you tomorrow, أشوفك بكرة يا عم وائل. ده مين اللي بيتكلم؟ يوسف. يوسف got home, ولما أقول got home معناها arrived home, وصل البيت. From school and his mom was in the kitchen. مامته كانت في المطبخ. Hi honey, أهلا حبيب قلبي ماما. Hi honey, أهلا حبيبي يوسف. How was school today؟ برضو ترتيب جملة مهمة. How was school today؟ أخبار مدرستك النهاردة؟ عملت إيه النهاردة في المدرسة؟ How was school today؟ قالها good, الحمد لله كويسة. Can I get a social media account يا ماما؟ ماما Can I get a social media account؟ ممكن أعمل حساب على السوشيال ميديا؟ وائل has one, وائل صديقي عنده. And he says it's really cool, وبيقول إنها حاجة جميلة. فمامته بتقول له Do you think you are old enough يا يوسف؟ Do you think, هل تعتقد you are old enough؟ تعتقد إنك كبرت بدرجة كافية إنك تبقى عندك social media account؟ هل انت old enough؟ انت كبير بدرجة كافية لكده؟ قال لها yes يا ماما, ايوة. And I need it for my group project, وكمان انا محتاج السوشيال ميديا account عشان كمان الجروب project, المشروع بتاع الجروب بتاعتي, يعني هنذاكر فيه. يوسف زيداد helped him set up. يوسف زيداد بابا يوسف helped him, ساعده, set up يعني ينشئ أو يؤسس, يعمل يعني set up his account. يبقى مين اللي ساعده إنه يعمل account؟ dad, his dad, بابا. dad is it. after dinner, بعد العشاء. he went straight to his room, راح جري على أوضته. and made his first video, وعمل أول فيديو له. he introduced himself. عمل ايه في الفيديو بتاعه ده؟ introduced himself معناها قدم نفسه. قال اهلا بكم, انا اسمي يوسف, انا عندي كم سنة. and talked about his favorite hobby, واتكلم عن الفيفوريت هوبي, هوايته المفضلة اللي هي photography, التصوير. then he posted it. يعني he posted it, يعني he posted the video. يعني he posted the video, يعني نشر الفيديو. The next morning, صباح اليوم التالي, he signed into his account, معناها سجل دخول للأكاونت بتاعه, دخل على الأكاونت بتاعه. There were some comments, كان في بعض الكومنتس, بعض التعليقات, from people he didn't even know,
كان في شوية تعليقات من ناس هو ما يعرفهمش. He didn't know. هو ما يعرفهمش، مش أصدقائه. And some of the comments were nasty. وبعض هذه التعليقات كانت nasty، تعليقات فظيعة، كريهة، bad، وحشة. One person said، واحد منهم قال horrible things، واحد منهم قال horrible things، حاجات فظيعة، حاجات terrible، مخيفة، about the way يوسف spoke English، بالطريقة اللي كان يوسف بيتكلم فيها English. And someone else، وحد تاني made fun of Yusuf's hair and clothes، وحد تاني اتريق، سخر من شعر يوسف واللبس بتاع يوسف. طبعا الولد لما قرأ التعليقات الهوريبل والنستي دي he felt really sad، كان حزين جدا. يوسف told his mother، قال لمامته about the bad comments، عن التعليقات السيئة دي. مامته قالت له حاجة، قالت له I think there are some things you need to learn about using social media. حبيب قلبي ماما، في حاجات كده لازم انت محتاج تتعلمها، you need to learn، محتاج تتعلمها about using social media، بخصوص استخدام وسائل التواصل. sign into your account، سجل دخول على الاكاونت بتاعك، and go to the settings، وروح على حاجة اسمها settings، الاعدادات. first we need to make your page private، اول حاجه لازم نعمل الصفحه بتاعتك دي تبقى برايفت. يعني ايه يا ماما برايفت؟ يعني انت واصحابك بس اللي تشوفوا الحاجه بتاعتك، مش اي حد يشوف الفيديوز بتاعتك. يبقى اول حاجه يو ميك يور بيج برايفت، منين؟ من السيتنجز، الاعدادات. ذات مينز اونلي يور فريندز كان سي يور فيديوز، ده بيعني لما تبقى صفحتك برايفت يبقى اصدقائك بس هم اللي بيشوفوا الفيديوز بتاعتك. Now دلوقتي let's turn off، تعالى نعمل turn off، تعالى نقفل. هنقفل ايه؟ نقفل الكومنتس، نقفل التعليقات. That way people can't say bad things، لما نقفل الكومنتس معنى كده الباد people او الناس can't say bad things، مش هيقولوا لك حاجة وحشة، خلاص محدش هيعلق لك بقى. If you want، لو انت حابب بعد كده you can turn them back on، ممكن تفتحها تاني. تفتح ايه؟ الكومنتس. Thanks mom، شكرا يا ماما. I am going to make a new video، انا هروح اعمل فيديو تاني جديد. Now and see what happens، واشوف ايه اللي هيحصل. السؤال الاول، What does وائل do؟ هو وائل بيعمل ايه؟ get a social media account. وائل، وائل مش يوسف. لما كان بيقول له what do you do، انت بتعمل ايه على على الاكونت بتاعك يا وائل؟ he posts videos، he posts videos، بينشر فيديوز. وائل بينشر فيديوز. النقطه الثانيه بيقول له what did يوسف find when he signed in his account، هو يوسف لقى ايه لما دخل على الاكونت بتاعه؟ وجد ايه؟ وجد ايه؟ باد كومنتس، اللي هي نيستي، نيستي كومنتس او باد كومنتس. تمام، نيستي كومنتس. النقطه اللي بعدها يوسفز، يوسفز هيلبد هيم سيت اب. داد، برافو، مصحصح كده. اللي قال لي داد على طول ده مصحصح معايا. يوسف زيداد باباه طبعا اللي ساعده سيت اب انه يعمل الاكونت. If you have bad comments sign into your account and go to the settings، روح على الاعدادات، على settings to turn comments off، عشان تقفل التعليقات. التدريب الاول يا سيف، بيقول لي does anyone in your family use media؟ social، اسمها social media، اسمها social media. yes they do، في حد في عائلتك هنا او في اسرتك بيستخدم social media؟ قال لي yes، ايوه. what do they use it for؟
فور، وقلت لك احفظ لي ترتيب السؤال ده. What do you use it for? What do they use it for? What do they use it for? بيستخدموها في ايه؟ قال لي for posting videos، بيعملوا منها فيديوز، بينشروا منها فيديوز. Is social media good or bad؟ bad. وهنا المفروض question mark. تمام، السوشيال ميديا جود اور باد؟ وخلي بالك من ترتيب الجمله، يعني ممكن يجي لك ترتيب از سوشيال ميديا جود اور باد. قال له اي ثينك ات مي بي جود اور باد، ربما تكون جود وربما تكون باد، يعني فيها ده وفيها ده. طب شود اي سيت اورز وذاوت ا بريك، هو انا ممكن اقعد ساعات طويله بدون راحه؟ طبعا هقول لك نو نو يو ايه should I? No you shouldn't. Should I? No you shouldn't. تعال للماتش، ما عنديش ماتش يا سير في البلاس، بس الهدف منه ان اعرف تكوين الجمل. Social media is very important. Is هقول له هنا is very important. ماشي. You shouldn't write nasty comments. ما تكتبش لحد تعليقات وحشة. He introduced قدم وقدم نفسه to his friends. Introduced himself to his friends. What does Wael do online? Do online. What does Wael do online? يا ماهي، ماهي نور، ماهي نور شو موجودة؟ هنا، هنا معاك يا معاك يا سنت، انت يا هنا، يلا نمبر 1. يو شودنت رايت ايه نستي 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 كومنتس اون سوشيال ميديا. نمبر 2، اي اولسو ميد سام اونلاين سايبر فريندز، سايبر فريندز اللي هم اصحاب النت دول. نمبر 3، عمر يقول لي افري داي اي سام فيديوز اون سوشيال ميديا. I post. طالما on social media يبقى اسمها post. بنشر. مين في دولة photograph is my favorite hobby. اقول له طبعا اسمها photography. فوتوغراف صورة، فوتوغرافر مصور، اما فوتوغرافي فن التصوير. وانا عايز مين فيهم؟ عايز ديت فوتوغرافي. يبقى my favorite hobby is photography. Number 5 يا مؤمن، بقول someone made fun. Made fun if you in. In. Made fun يعني سخر من، كان بيتريق على الواد يوسف. Number 6 يا لارا، لارا نعم يا سي، يلا يا لارا. بقول I sign up a social media account. Sign up بحروف الجر من شوية قلت لكم خلوا بالكم هنحتاجها. Sign up. I sign up. Sign up. يا بنتي. Four. اسمها sign up for. sign up for، وارجع لحروف الجر تاني وذاكرها. يبقى sign up for social. number 7 يلا يا عمر، بقول مين هنا؟ into your سيد. account and go to sign. the settings. sign. يبقى اسمها sign, sign into. sign into معناها سجل دخول. بعد كده number 8 يا مالك، بقول you should make your page. يا مالك you should make your page. يا سير انت you should make your page private. خلي صفحتك برايفت يعني خاصه لك انت واصحابك. يا فيروز، مين في دولة ميديا is very important؟ ها سوشيال ميديا. كملي سوشيال ميديا. كمان نمبر 10، you sometimes need to turn the comments if they are nasty. يبقى you turn off. you turn off وما تنساش off اف اف. الجملة الأولى في الترتيب. يا سلمان فين؟ موجود يا سيدي. يلا يا سلمان نمبر 1 في الترتيب. what؟ سلمان
What do you use your account your account for your account for نقولها تاني what do you use your account for انت بتستخدم الاكونت بتاعك في ايه لايه تمام يبقى what do you use your account for ايسل موجوده اي سير يلا يا ايسل اي ميد سم سايبر فريندز سايبر فريندز اونلاين اونلاين اي ميد سم سايبر فريندز اونلاين كونت بعض الاصدقاء اونلاين عمر معاك سير السوشيال ميديا عمر الثاني فين عمر الثاني فين موجود يلا يا عمر دي يا عمر السوشيال ميديا جود اور باد اي جميل جدا الجمله دي طبعا قلت لك خلي بالك منها السوشيال ميديا جود اور باد بعد كده طبعا مدينا القطعه اللي كانت عندنا دلوقتي روح للدرس اللي بعده قدامنا دقيقتين وهنطلع ونرجع نكمل برابط تاني تمام اسحالي معايا كده بقى مديني هنا الفعل كرييت كرييت بمعنى ينشئ لما اقول جلوبال كوميونيتي المجتمع العالمي كرانتلي كرانتلي بمعنى حاليا ريبورتس تقارير الناس اللي بتقفل الصوت عندك امبروف فعل بمعنى يحسن او يطور سيفلي بمعنى بامان بواتري اللي هو الشاعر الشاعر بواتري جريد معناها صف دراسي زي ما اقول جريد فور ديزاين معناها تصميم او يصمم تصميم او يصمم يبقى عندي كريت كريت كفعل مهم عندي كمان امبروف فعل ايضا مهم بمعنى يحسن او يطور تعال بعد كده مديني بيكوز انترستينج بروجكتس كلاب رايتنج كلاب نادي الكتابه ساينس كلاب نادي الساينس جيمز كلاب نادي الالعاب كوكينج كلاب اللي هو نادي الطهي واقدر اقول انجلش كلاب نادي اللغه الانجليزيه جنرال بمعنى عام كوليدج كوليدج اللي هي كليه ويك اند بمعنى نهايه الاسبوع او العطله الاسبوعيه سينسيرلي باخلاص اديتور اديتور اللي هو محرر محرر او مؤلف يعني اللي بيكتب في جريده فيكشن معناها خيال فري تايم وقت الفراغ بيرفكت ايديا معناها فكرة رائعة أو نموذجية perfect idea مجموعة الأفعال اللي مدهاني مديني create والماضي created improve improved publish شفناها الدرس اللي فات وقلنا published بمعنى ينشر أما share قلنا الماضي منها shared بمعنى يتشارك أو يتقاسم وبيجي لي معاها حرف الجر وز بالنسبة لي irregular verbs هلاقي عندي think مؤمن اسلام ايه في الصوت عندك اديني think والماضي صوت have had do did اما read الماضي منها read نفس السبيلنج واحد read read بيقول report about تقرير عن lots of كثير من improve writing معناها بيحسن الكتابة share ideas يتشارك الأفكار create a club معناها ينشئ نادي create a club و write for يكتب لي at school في المدرسة